مساء الخير يا كابتن خالد. حبيبي يا ربنا يخليك يا حبيبي. اخبارك ايه يا نجم؟ الله يخليك يا حبيبي، سلامي لحضرتك طبعا. انا استاذ محمد الاوسي طبعا. بنقول لك اولا مبروك مبروك المباراه النهارده، ويعني فوز مهم جدا جدا. والاستاذ محمد كمان بيتكلم على مشوار رائع لغزل المحله بدايه من الموسم دوت، رغم الامكانيات الضعيفه ورغم يمكن ما جبتوش لعيبه باسماء كبيره، كان في مقارنه ما بينك وما بين بيراميدز ارقام الكبيره. فيعني وجودك معانا اولا بنقول لك مبروك، ثانيا طموحات بقى، انت بتتكلم خلاص على طموحات، هل سقف طموحات غزل المحله وجماهير المحله كلها ارتفع شويه وبداتوا تبصوا على الحته اللي فوق يا كابتن خالد؟ اكيد طبعا، يعني احنا الحمد لله طبعا في اول السنه انا كنت معاك في البرنامج وقلت لك ان احنا معانا مجموعه لعيبه كويسين ومميزين وان شاء الله يبقى لهم اسم، وقلت لك ان هم انا واخدهم من الدرجه الثانيه وهم ما سبتش حد فيهم، كملت بيهم مع تدعيمات من بعض اللعيبه اللي عندنا في النادي الناشئين ومع اللعيبه اللي احنا جبناهم من خارج النادي. عملنا تيم محترم، تيم مجتهد بيجتهدوا في كل ماتش على ماتش، وكان في الاول التفاول الدوري كانت الامور ممكن تكون خبره اللعيبه برده ما كانتش على قد المسؤوليه، لكن هم الحمد لله ماتش على ماتش بيتحسنوا، والحمد لله احنا يعتبر ماشيين في جدول الدوري كويس. وطبعا زي ما انت قلت الطموح عندنا ان شاء الله اللي احنا عايزين نرجع المحله اسمها من جديد، والمحله ترجع في زي الاول وتنافس. واحنا كنا انت عارف تيم محله طول عمره تيم كبير يعني طبعا، وخرجت كلها لعيبه حضرتك والكابتن صابر عيد واسماء كبيره جدا، خرجت كمان نجوم على المستوى الدولي ولعبوا لمنتخب مصر بشكل كبير جدا، وكابتن شوقي غريب طبعا، اسماء واجيال كتيره جدا، محمدي محمد طبعا، احمد ومحمود فتح الله وصلاح سليمان وعبد الشافي، يعني لو عديت لك وائل جمعه طبعا. لا طبعا يعني دايما المحله يعني ولاده بالنجوم الكبار. وكابتن خالد الطموحات عليت واللعيبه والناس بدات تفكر، هل فكرتوا ان احنا خلاص احنا ضمننا البقاء في الدوري واحنا بنفكر في خطوه اعلى الوصول مثلا للكونفدراليه، ولا لسه الامور والطموحات يعني على قد السنه دي ان احنا نتواجد في الدوري المصري ويبقى الطموح السنه الجايه بشكل افضل يعني؟ احنا طبعا عندنا طموح كبير جدا يعني، بس طبعا احنا لسه لغايه دلوقتي لسه ما عدناش موضوع الدوري وكده، لسه بدري قوي يعني، لسه المساله اللي احنا النهارده في دور كامل يعني. فاحنا انت النهارده بتحاول انت تجمع بنات وبتحاول البنات ديت برضه بتديك ثقه في الاداء بتاعك طبعا. فطبعا احنا طموحنا ان شاء الله ان احنا عايزين نقعد في الجدول بارتياحيه يعني، ما نبقاش قاعدين قلقانين يعني. انت كل ما بتلعب وبتكسب وكل ما اللعيبه بتاخد ثقه في نفسها على الماتش اللي بعديه بتأدي بسرعه احسن. والمكسب انت عارف برضو المكسب بيقوي اللعيب طبعا وبيخليه واقف على ارض ثابته، غير ان احنا مثلا ايه تبقى نتائجك فيها هزه وكده. احنا كنا في البدايه كنا كانت الامور ممكن كانت في شويه مشاكل شويه كده، وكانت الجماهير مستعجله شويه على الفرقه. ان شاء الله الفرقه لما اتحسنت بدات الجماهير تتلافى حول الفرقه وبدات يهتموا بالفريق، فالحمد لله يعني الامور الحمد لله ماشيه كويس جدا. كان في جراءه منك يا كابتن خالد وبيأيدني في هذا استاذ محمد، كنا بنتكلم ان التدعيمات كانت شيء مهم جدا، ان يعني طلعت انت من الممتاز بيه، معاك البنك الاهلي ومعاك سيراميكا اللي دعموا بشكل كبير جدا على مستوى اللاعبين على مستوى المدربين كمان. كان في تحدي من كابتن خالد عيد انه يثبت لا ان اللي انا طالع بيهم دول رجاله وهيسدوا في الدوري الممتاز، كان فيها نوع من انواع الريسك شويه او المجازفه، لكن لغايه دلوقتي نجح بامتياز يا كابتن خالد. بص يا كابتن هاني، طبعا هو طبعا المدرب اللي هو يعني اللي يبقى بيعتمد على اسامي بس وكده ان هي تبقى هي اللي معاه، انا معاك ان الاسامي بتبقى يعني بتعمل عامل خبره وكده، بس انا عندي قناعه كبيره جدا، عندي قناعه كبيره ان في لعيبه في الدرجه الثانيه مدفونه، في لعيبه كويسه جدا وفي لعيبه تقدر. معلش يا هاني، النهارده لعيبه الاهلي والزمالك منين؟
منين هم؟ انا معاك انا معاك طبعا، من انديه انا بتكلم على موضوع الريسك نفسه، انك انت ما فكرتش لا انا عايز تدعيمات وعايز اسماء عشان اقعد في الدوري، دوري الممتاز محتاج خبرات و و و و هو لو 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 جالنا لعيبه ما كانش مانع يعني، بس النهارده انت بتشتغل حسب الامكانيات اللي موجوده عندك. صحيح. الامكانيات الماديه وكده، فانت بتشتغل حسب امكانياتك يعني، مش هتقف عند الحته دي يعني. النهارده لو جبت لعيب ملايين مش هتقف، لازم تشتغل ولازم تبين نفسك، ولازم المدرب اللي هو عايز ينجح والكلام ده لازم ياخد الامور من من من, من تحت يعني. صحيح. احنا انا يعني حلاوه الواحد الشغل والكلام ده انا بستلذ الحاجات دي بايه؟ من انت بتتعب مع اللعيب وبتعمله حاجه من حاجه صغيره بتكبره وكده يعني. فدي برضه دي متعه الشغل عندك يعني، طبعا متعه التدريب يعني. غير ما انت بتاخد لعيب جاهز يعني، ممكن لعيب جاهز دوت مش ممكن ما يديلكش، ممكن يبقى جاي متعالي عليك كده. فانت بتاخد اللعيب دوت بتحاول تلمعه عشان يظهر ويطلع ويروح انديه كبيره ويروح منتخب طموحه يعني. اكيد الطموح ده بيتاخد من المدرب، واللعيب دايما بياخد من المدرب، وبالتالي يعني بنقول لك مبروك مره تانية وبالتوفيق، ودايما كده ان شاء الله متالق يا كابتن خالد، ويعني كل التوفيق ليك في مشوار الدوري القادم باذن الله. شكرا كابتن خالد عيد، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا.